من بون الألمانية مع جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. الأمن المعلوماتي إلى أي مدى واكب أساليب الإرهاب الإلكترونية التي اعتمدت عليها الجماعات المتشددة في الفترة الأخيرة؟ نعم، أدركت يعني الدول والحكومات بأن تهديدات الأمن القومي لا تتحدد في موضوع الهجمات العسكرية التقليدية، ولكن هنالك أيضا هجمات إلكترونية والعالم السيبراني. فلذلك استحدثت هذه الحكومات والدول وحدات خاصة ومديريات خاصة في ردع الهجمات الإرهابية الإلكترونية. على سبيل المثال، استحدثت ألمانيا خلال الشهر الماضي هذه المديرية في سبيل ردع الإرهاب استخباراتيا. يعني إضافة إلى ذلك، استحدثت الناتو أيضا مكتب إقليمي في الكويت أيضا لردع الهجمات يعني السيبرانية، وكذلك فتح مكتب للتدريب يعني الخبراء أو المعنيين الإلكترونية، بعد أن وجدت بأن هذه الدول والحكومات بأن التهديدات أو الهجمات الإلكترونية هي لا تقل خطورة عن الهجمات التي تجري على الأرض. يذكر بأن هذه يعني الهجمات هي أيضا تستهدف أو تنفذها هذه العملية الجماعات الإرهابية بالحصول على المعلومات. فلذلك بدأت تستحدث هذه الوحدات في سبيل مواجهة التهديدات الأمنية من قبل هذه الجماعات المتطرفة. نعم. طيب سيد جاسم، هذه الوسائل عادة عندما نتحدث عن جماعات متشددة، الوسائل الإلكترونية طبعا لم تكن بهذا الوجود، لم يكن لها هذا التأثير. إلى أي درجة ساعد هذا الجماعات الإرهابية على رأسها داعش في الآونة الأخيرة، وإلى أي درجة أضره أيضا؟ موضوع يعني نشاط هذه الجماعات على المحركات الانترنت، بالتاكيد هي استغلتها هذه الجماعات، ولذلك نلاحظ انه حتى زعامات هذه الجماعات اعترفت بان اغلب العمليات التي تجري خاصه التجنيد هي تقوم على اساس الدعايه المتطرفه على الانترنت، يمكن 80% اكثر مما تكون على الارض. فهذه الجماعات بالتاكيد استغلت موضوع الدعايه المتطرفه في عمليات التجنيد، وكذلك ايضا في مثل ما جاء في التقرير انه هناك ترويع. اضافه الى ذلك انه تم اكتشاف ايضا بان هنالك اخبار تكون مفبركه وتكون كاذبه. ايضا بدات هذه الحكومات والدول ان تعي خطوره هذه الاخبار المفبركه على الانترنت ومتابعتها. يذكر بان موضوع التحديث الموجود على الانترنت يعني يعتبر تحدي الى أجهزة مكافحة الإرهاب سواء كان الإلكتروني أو غيره في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة. نعم. طيب، أجهزة مكافحة الإرهاب الإلكتروني، إذا ما تحدثنا عن هذا الشق، أين العثرات التي كانت في تحركاته بهذا الموضوع، تصدي لهذه الهجمات؟ التصدي بالنسبة ما يتعلق في أوروبا خاصة المفوضية الأوروبية، تقريبا من عام 2014 استحدثت أيضا يعني مديرية خاصة في موضوع مواجهة الدعاية المتطرفة، وأدركت أيضا دول الاتحاد الأوروبي بأن مواجهة هذه الجماعات يجب أن تكون أيضا على الإنترنت، وجرت أيضا من ضمن الجهود التي بذلتها هذه الحكومات أيضا إيجاد بروتوكولات عمل مع محركات الإنترنت أبرزها جوجل وكذلك المحركات الأخرى حتى تويتر. لكن تواجه هذه الحكومات وهذه المؤسسات مع محركات الإنترنت كون أن هذه المحركات أو هذه الشركات تبحث عن الربح أكثر مما تقوم على توفير الأمن خاصة الأمن السيبراني. نعم. خسائر داعش على الأرض، داعش تحديدا إن كان في الموصل أو في سوريا في الآونة الأخيرة، كيف تكون تداعياته فيما يتعلق بهذا الأسلوب الذي تعتمد عليه داعش اليوم؟ يزيد نشاطها؟ هذه زيادة يعني كل ما كانت هنالك ضغوطات على معاقل هذا التنظيم، فبالتأكيد هو يبحث عن خيارات أخرى لإثبات وجوده. فيعتبر الانترنت هو يعتبر أو الدعاية المتطرفة على الانترنت تعتبر هو ذراع قوي. هنالك جهود
هنالك جهود بالفعل تم تنفيذها من قبل الحكومات والمؤسسات، لكن هنالك اعترافات من قبل هذه الحكومات بأن هذا التنظيم ما زال ينشط على الإنترنت برغم هذه المواجهات. فإذا الخطر على الإنترنت ما زال موجود، وهنالك أيضا استقطاب إعلامي للأسف من بعض الشباب حتى في داخل أوروبا إلى هذا التنظيم. فإذا الخطر والتهديدات السيبرانية ما زالت قائمة من قبل هذه الجماعات. نعم، شكرا جزيلا لك من بون الألمانية جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات. شكرا دائما سيد محمد على وجودك معنا.